أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للفتاة المسلمة التي تعيش في الدول الكافرة أن تنزع حجابها لأجل الدراسة، حيث إن الأنظمة في تلك الدول أصدرت بمنع دراسة أي امرأة محجبة؟ الدراسة ما هي ضرورية، دراسة ما هي ضرورية، بإمكانها تدرس في بيتها أو على أخيها أو على أبيها أو على أمها، تتعلم الكتابة والقراءة وهذا يكفيها. أما الدراسة التي تبي تنازل عن الحجاب وتسفر هذا لا يجوز، دراسة ما هي ضرورية، والدراسة الضرورية لتعرف بها دينها هذه ممكنة في بيته أو عند جيرانها أو عند مسلمات من الجالية التي هي في وسطهم. ولو أن الجاليات الإسلامية كونت لها مدارس تولتها هي واستغنوا عن الكفار كان في ذلك الخير الكثير. نعم.